الانتاج الحيواني الفيوم هنا كان في سكرات الموت. الفيوم كان في سكرات، مفيش انتاج حيوان خالص. الانتاجيه بتاعت البقر قد ايه؟ في الشتاء معاك من 38 كيلو 40 كيلو. في محلب 24 نقطه. تلاقي البقرة في على بيتها تاج، التاج ده بياخد وايرلس مع الانتلة بتاعت المحلب، بيبدا في التالي يجيب للدكتور او الراجل فني الشياع على موبايل عنده الارم ان البقرة دي فيها شياع. البقرة تجيب انتاجية لبن كويس لازم تكون تناسليا كويس. بنطالب بس بالسيد وزير الزراعة يعني يبص للفيوم،